هذا البرنامج هذا اليوم أو هذا اللقاء كيتعقد على هامش الجمع العام ديال المؤسسات المالية الدولية، وهو لقاء مهم لأن تجمع الشباب ديال المنطقة حول برنامج عنده شقين. الشق الأول هو دعم حاملي المشاريع، 8 ديال المراكز ديال القرب اللي تجهزات باش تعاونهم من أجل المواكبة ديال المشاريع ديالهم. كتعرفوا أن 70% ديال الشباب ما كينجحش في المواكبة في المشاريع ديالو لأن ما عنده حتى شي مواكبة، و 22% منهم ما كينجحوش لأنه ما كاينش ولوج للسوق. ثانيا كاين 8 مراكز أخرى في مناطق يعني مختلفة في الجهة ديال تحسين قابلية التشغيل، وتقريبا راه فتنا 40,000 ديال الناس اللي واكبناهم في هاد الجهة هذه. وبطبيعة الحال الحكومة جاية بتدابير مكملة في البرنامج ديال أنا مقاول اللي كيعطي واحد التمويل لعدد من حاملي المشاريع، لا سيما في السومة الكرائية ديالهم تبغيو يكريو المقر، وفي التكوين ديالهم واحد الشيك كذلك ديال المواكبة وديال الاستشارة. وكنتمنوا على أنه بهاد المقاربة هذه اللي فيها واحد الفضاء، هذا هو المهم، تيدوزوا فيه الناس وفيها واحد المكونين وواحد العرض ديال الخدمات اللي ان شاء الله بدا مزيان وغادي نزيدوا نطوروه، غادي نقدروا نعطيو الفرصه لاكبر عدد ممكن ديال الشباب ديالنا اللي بغى يدير هذه التجربه هذه واللي بغى حتى هو يلقى الفرصه ديالو.